شكرا ليك كابتن محمد فاروق، ضيوفك الكرام في الاستوديو. معي في هذه اللحظات المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس اداره نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكره. وكما تابعت في هذه اللقطه، تحيه طبعا من الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. اولا باشمهندس برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، وتاريخ كبير مع كابتن طارق سليمان، لانه بالتاكيد كان ليه دور برضه مع المقاولين في فتره من الزمن. اكيد اكيد. اولا مرحبا بيكو بكابتن محمد فاروق، ومرحبا بالساده المشاهدين اللي بيشاهدونا النهارده. ودايما الاهلي في اي مكان بيبقى فيه احتفاليه بيه، وده شيء مش جديد، لكن لان التاريخ للنادي عريق. طبعا احنا بنفتخر طبعا ان طارق سليمان ده احد ابناء قلعه الذئاب المقاولون العرب، وكان له بطولات كثيره مع الفريق. فاهلا بيكم. اهلا بيك يا فندم. طب باشمهندس محمد عادل، مباراه اليوم كان فيها لغط كتير خلال الايام الاخيره، خاصه المقاولين كان ارسل اعتراض رسمي للجنه المسابقات باتحاد الكره بخصوص ان المباراه المؤجله مع المباراه اللي بتقام في الاسبوع ال 23 للدوري العام في اقل من 96 ساعه. رد لجنه المسابقات عليكم كان ايه، وايه وجه الاعتراض من نادي المقاولين العرب؟ اولا اسمح لي اقول ان لا، كل الكلام اللي انتم بتقولوه ده لم يحدث. ده كنت في الاعلام وفي المواقع. معلش، مع احترامي اطلاق، ده من فتره كانت مكالمه بيني وبين الحاج عامر حسين اللي بحترمه جدا وكل احترام، طلبت منه هل هناك احتماليه لتاجيل المباراه؟ فاكد ليا ان هو حاول كتير وفعلا الجدول مسدوق، لكن الهيصه اللي اتعملت في المواقع دي انا غير مسؤول عنها، لكن انا بصراحه هذا الكلام لم يذر من نادي. تقبلنا الوضع اللي كان عندنا قبل كده، ماتشين المقصه ورا بعض. اه صحيح، ماتشين ورا بعض اتقالوا واتكلمت، وانا كنت متاكد ان الحاج عامر لو عنده فرصه كان هيدينا الفرصه دي. يعني وجهه نظر كابتن محمد عوده كمدير فني ان الناحيه الفنيه ممكن مش هيبقى مناسبه ان المباراتين في وقت قليل مع بعض وبالترتيب بالتوالي. نتكلم بصراحه، مباراه الاهلي ضغط عصبي على اللاعبين وضغط عصبي على الاجهزه الفنيه. تخيل انت النهارده بتلعب ماتش كبير قدام الاهلي مهما كان، بعد ثلاث ايام تلاعب الاهلي تاني، اكيد طبعا يعني مش عايز اقول لك فنيا ممكن الاهلي يبقى عنده لعيبه اكتر وعنده جاهزيه اكتر يلعب فرقتين في، لكن برضه احنا كانديه ثانيه ما نقدرش نتحمل هذا الجهد، انما خلاص الامر واقع ان شاء الله ربنا يوفقنا. نتائج المقاولين هذا الموسم مختلفه تماما عن المواسم السابقه، تسير بشكل جيد في الترتيب. اه بشكل جيد، بس ربنا يستر الماتشين دول، لان الماتشين دول ممكن يعوقونا يعني، انما هنقول ايه، كل اللي يجيبه ربنا ان شاء الله خير. شكرا يا باشمهندس، وبالتوفيق للمقاولين خلال هذا الموسم. انا متشكر ليك. شكرا.